السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بحضراتكم مجددا مشاهدين الكرام في نهاية تداولات هذا الأسبوع لنلقي نظرة على مؤشرات الأسواق العربية والخليجية والعالمية وكذلك أسواق النفط والعملات والمعادن. نبدأ مشاهدينا الكرام كالعادة بالتعرف على الأسواق التي بدأت منذ قليل. الكويت بداية حمراء بعشرين في المئة بواقع 13 نقطة ليصل المؤشر عند 6196. أما في يوم أمس فقد هبط المؤشر السعري بعشرين في المئة بانخفاض 6 قطاعات بصدارة التكنولوجيا بأربعة في المئة تقريبا، بهبوط الأنظمة ب15% وأسس ب8%، تلاه التأمين ب2.7%، بخسائر وثائق ب12%، وأولى للتكافل ب11%، بينما ربحت 6 قطاعات بصدارة الاتصالات ب1.5%، بارتفاع أريدو ب6%، وآن ديجيتال ب3%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية ب1%، بمكاسب دانا ب16%. في أبو ظبي بداية أيضا حمراء ب13% بواقع 12 نقطة والمؤشر عند 4283 نقطة. أما في يوم أمس فقد أغلق المؤشر العام للسوق منخفضا ب13% بخسائر شبه جماعية للقطاعات تصدرها الطاقة ب2.3%، بانخفاض دانا غاز ب2.8%، تلاه قطاع الخدمات ب2% تقريبا، بهبوط أبو ظبي الوطني للفنادق ب5.3% والجرافات البحرية ب2.9% وطيران أبو ظبي ب1%، بينما ربح قطاع الاتصالات 19% بمكاسب سوداتيل ب1.7% واتصالات ب19%. إلى دبي حيث نجدها الآن في المنطقة الحمراء كذلك كما أبو ظبي ب13% تقريبا بواقع 9 نقاط والمؤشر عند 3420 نقطة. أما في تداولات أمس فقد اختتمت بورصة دبي متراجعة ب13% بضغط من خسائر 5 قطاعات بصدارة الاستثمار ب1.8%، بهبوط السلام القابضة ب7.5%، ودبي للاستثمار ب2.5%، كما هبط العقارات ب16% بانخفاض إعمار ب1.2%، وديار ب16%. وفي المقابل ربح قطاع السلع ب2.5% بصعود دي اكس بي ب3%، وارتفع النقل ب2% تقريبا بنمو ارامكس ب4%. نذهب إلى الأسواق الأخرى، وفي إغلاق أمس في أداء البورصة السعودية أغلق مؤشر تاسي مرتفعا بشكل طفيف بنحو 10% بنمو 12 قطاعا بصدارة الطاقة ب1.5%، بارتفاع البحري ب2.5%، والدريز ب1.3%، وربح قطاع الصناديق العقارية 18% بصعود جميع أسهمه بصدارة مشاركة ريد ب3.2%. وفي المقابل تراجعت 8 قطاعات بصدارات السلع طويلة الأجل ب18%، بهبوط جميع أسهمه بصدارة العبد اللطيف ب1.1%، تلاه قطاع الأدوية ب0.5% بتراجع سهم الدوائية، وبلغت قيم التداول بمؤشر تاسي السعودي 3,750,000,000 ريال مقابل 3,320,000,000 ريال بجلسة الثلاثاء. وفي أداء بورصة قطر يوم أمس أنهت مرتفعة ب16% بدعم من صعود جماعي لقطاعات السوق بصدارة النقل ب2.1%، مدفوعا بصعود كافة أسهم القطاع بقيادة ملاحة ب5%، كما صعد قطاع العقارات ب1% بمكاسب سهمي إزدان ب1.6%، وبروة ب16%، وارتفع قطاع البنوك ب13% بنمو الإسلامية القابضة ب10%، وبنك الأول ب4.1%. وصعدت السيولة أمس ب36.5% لتبلغ أكثر من 246,000,000 ريال مقابل 180,000,000 ريال بجلسة الثلاثاء، كما ارتفعت أحجام التداول ب94% متجاوزة 11,800,000 سهم مقابل 6,110,000 سهم بجلسة الثلاثاء.
ونتابع الآن مشاهدينا الكرام افتتاحية البورصة القطرية على الهواء مباشرة من قلب قاعة تداول البورصة القطرية على الشاشة كما تشاهدون، والافتتاحية خضراء بثلاثة أعشار في المئة تقريبا بواقع 20 نقطة، والمؤشر يتجاوز 7800 نقطة بنقطتين مع الافتتاحية. وفي بورصة القاهرة وصل المؤشر أمس مع إغلاق تداولات الأربعاء إلى 14582 نقطة، وذلك بارتفاع نسبته 13% بمكاسب في ثلاثة قطاعات فقط، بصدارة البنوك ب 1.1%، بنمو التجاري الدولي صاحب الوزن الأعلى في السوق بنسبة 2%، وتنمية الصادرات ب 2.6%، كما ربح قطاع الخدمات ومنتجات السيارات 1%، بصعود آيكون ب 2.5%، والسويدي إلكتريك ب 1.4%، وربح رأس المال السوقي للمؤشر AGX 30 مليار و700 مليون جنيه. وفي المقابل تراجعت ثمانية قطاعات بصدارة الرعاية الصحية ب 1.9%، بخسائر مستشفى كيلو بترا ب 8.8%، وإيبكو ب 2%. الآن نتعرف على الأسواق العالمية مشاهدينا الكرام وأسعار النفط والعملات والمعادن في هذا العرض.
أهلا بحضرتكم مجددا. تلجأ بعض الشركات إلى تقسيم أسهمها من أجل زيادة عددها أو من أجل أسباب أخرى. نتابع الآن على شاشتنا مصطلح تقسيم الأسهم في هذا العرض. أهلا بحضراتكم مجددا. واصلت عملة بيتكوين ارتفاعها الكبير حيث تخطت $11,000 للعملة. وفي ظل هذا الخبر طرحنا هاشتاج الاستثمار في بيتكوين، هل هو مصدر حقيقي للربح أم فوضى في عالم العملات الافتراضية؟ على تغطية البورصة على فيسبوك وتويتر. بعد الفاصل نتعرف على التعليقات. نبدأ بهذا التعليق للبرنس، يقول: أنا أحذر الناس لأنه هذا مشروع يهودي أمريكي صهيوني سيصل إلى $30,000 وبعده في ليلة واحدة سينزل إلى $0 لكي يختلس كل أموال العالم ودعم اقتصاد الكيان الصهيوني. برأي هذا الحساب عصام، عملية نصب عالمية يقول على فيسبوك. أما أبو جمعة، هي فوضى تروج من طرف بعض الدول الكبيرة اقتصاديا وعسكريا وسياسيا لتنهك بعض الدول المنافسة لها كالصين والهند. حساب آخر: عالم مالي يهودي ليسيطروا على المواد الأولية والقيم الحقيقية للأساسيات كما أصبح لا قيمة له بالبطاقات البلاستيكية. حساب لمحمود: أكبر فقاعة في التاريخ راح تنهار بين ليلة وضحاها. نبيل: على المحللين الاقتصاديين خاصة المسلمين توضيح ذلك. بالفعل نبيل، نحن نوضح دائما مع ضيوفنا ومع أيضا فضيلة الدكتور علي القرداغي عن شرعية التعامل في البيتكوين تابعنا وغيرها من العملات الإلكترونية الأخرى. البيتكوين قطار ليس له محطات، والكلام يعود لعلى. إذن نشكركم متابعينا على فيسبوك وتويتر، وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. بعد حوالي 2:20 يتجدد اللقاء مع حضراتكم. كونوا معنا، السلام عليكم ورحمة الله.